مساء الخير، اسعد الله مساءكم اخواننا حبايبنا المتابعين. نص ساعه بالضبط والحمام طايره مش راضيه تحط. كنت احكي مع القدوس، حكيت معاه 27 دقيقه، وهسه لي 3 دقائق بستنى فيها مش راضي تحط. كان ماسك فيها شفر ازرق اجانا من العالي، ولما وطيت الطير طلع والحمام مش راضي تحط. شايفين هيا، شوفت عينكم، ولا لويحه ولا صفيره ولا سفيحه ولا اي شيء زكيت عليها. بس رحيم اللي بصفر لها. ايش رحيم؟ يلا صفر صفر. لما يسمعني بصفر بصرخ هو، بقول لك ايوه، بفكر حاله انه بصفر. يا اخوان ما يعني ما شاء الله عليها، الحمامات شاده حيلها صح. وهي احمد بسلم عليكم. الله عايش الشباب الطيبين. شو بدنا اليوم الفيديو احمد يصل؟ يصل 2000 لايك اقل شيء يا زلمه. دائما بنكسوك وبوصلك 1000 لايك. يعني مو فعلا بتشاهد الفيديو 5000 6 7000 وبنجيب على الفيديو 1000 لايك. والله ما هو غلط، والله نداري. هاي الحمام طلعت لايك مره واحده يا طيبين. والله لازم يا احمد زبطونا، نحن انحرقنا من الشمس. نحن والله هاي الحمامات ما شاء الله عليها يا اخوان. الحين خبط لي بالعصي على وجهي. اللهم بارك. يا رحيم فكر بالحمام، تلعب لعب الحمام. لا ولا تنقزش فيه، خليها طايره. طبعا اليوم حلقتنا يا اخوان انتم عارفينها، حمام جديد اجونا من محمد الصرايرة الغالي، ابو الصرايرة الكبير. تعال رحيم امسك لي اياه، بنقز للحمام قاعد، خلي الفراخ تلعب. طبعا يا اخوان من ميزات الفراخ انك بس تدعكها صح بتصير تطير معك ساعه وساعتين في عز الشوب، وما تقول لك ايش اخي راسي. طلع ما شاء الله كيف تطلع برا الحاره، فوق صداع مني. يا صلاة النبي اللهم بارك. تلعب لعب فيها اليهود الصيد ما شاء الله عليه. المهم اجونا من اخونا محمد الصرايرة الله يخلف عليه. طبعا يا اخوان الزلمة هذا متعاقد معنا انه يدعم القناة بحمام حلوة. يعني كيف متعاقد؟ بالمحبة وبالاخوة وبالصحبة الحلوة وبالمحبة. يعني الزلمة بحبنا وبحب قناتنا، قال انا حاب اهدي السطح أكم من طير حلو. والزلمة الله يخلف عليه ما قصر، الله يخلف عليه، جاب لي حبات عن جد حبات حلوة. المهم جاب لي المرة هاي 3 حبات حلوات، يعني حبات مستاهلات نوصل مش 2000 لايك، 5000 لايك وقطع. 3 حبات بستاهلن، وأنا جبت 3 حبات، 3 طيور، طيرين مشترى، لا طير مشترى وطيرين هدية، وراح نحكي لكم قصتهم كلهم اليوم على الفيديو. يعني في قصة طيرين هدية وطير مشترى، سوري 5 طيور هدية وطير مشترى. تمام اخوان والله يخلف عليك اخونا محمد الصرايرة الغالي. شو مال الفرخ هذا احمد لسه بعرج؟ هذا اخوان امبارح الحمام ما كان عندها مي، ما كان في اشي، الفرخ شرب مي صار اعرج، مع انه ماكل اموره تمام بس صار يعرج ما بعرف ليش. النور الاسود الفرخ لسه مش كارشين، وهي حمامنا اجت وطيات. رحيم كيف تدخلين؟ اللهم بارك. رحيم ايش تعمل؟ دخلت من هنا. رحيم 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 ولا راد علي، بس مغير اسمه الولد. اللهم بارك صلاة النبي. المهم الخشة هاي يا اخوان راح نخليها نسميها باسم الصرايرة، محمد الصرايرة الله يبارك له. تمام، بس انا بستنى فيها ليش؟ بستنى فيها تخلص، نخلص بروك لانه الريش شايفينه ها. لا اقول لك والله غير هسه احمد بمون عليك، يسعد قلبك. بدي احط هسه الحمام تبعت الصرايرة هون، يلا روح توكل على الله. بعد ما نفرجيكم الحمامات يا اخوان ان شاء الله راح نحط حمام محمد الصرايرة هون، وراح نحط معاهن اكم من حبه طلبهن مني، قال لي ابو يوسف حطهن هان، حطهن بالخشه هاي. هي اول شغله. ثاني شغله راح نذكر لكم اليوم بالفيديو شو النواقص عندنا وشو راح نجيب لقدام باذن الله. يعني ناقص عندنا مثلا يهودي احمر، راح اقول لكم ناقص عندنا يهودي احمر، ناقص عندنا تكلجي اصفر، ناقص عندنا هيك هيك هيك، وراح ينحطوا بالخشه هاي. ليش؟ لاني انا بصراحه حاب اعمل حمام انا والصرايره بشكل عام، يعني حابين نعمل خشه صبابه، خشه اول ما افتح عليها لازم يكون واصل عليها 1000 لايك. خشة بس أقول لك خشة الصرايرة الكل يتمنى أنها تنفتح. تمام، ترى ديروا بالكم أنا كأبو يوسف مزوج عندي حمام حلوة، تعال أفرجيك شو بشتري أنا. ما بشتريش أي كلام، أنا ما بشتري أي كلام، بس الظروف ما بتسمح. ليش؟ الفلوس يا غالي. شوف هالنور الأسود ما أجمله، ما ألطفه، ما أحلاه، ما أرتبه. طلع العين بيضة مش صفرة ولا حمرة،
بيضة تمام. وركز اللي على الطباشير الأزرق هذا الكركند، ما أجمله وما ألطفه وما أحلاه. يعني أنا بجيب حمام حلوة لا يغرك، بس اللهم إنه إيش الظروف أحيانا ما بتساعدش. إيش يا أحمد؟ خلاص رجله مكسورة سيبه، نظف الخشة تبعت السرايرة. طب ماشي خلاص نظف اللي خشة السرايرة الله يرضى عليك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هاي طيرة كشميرية كانت مستضعفة لأنه الفحول ما كانوش راضيين يغدوها ولا راضيين يطعموها تمام، لا راضيين يغدوها يعني لا راضي يتجوز الفحل ولا راضي يطعم يخليها تأكل. فإحنا إيش حطيناها هان. والطيرة الثانية هي خلي فرجيكوا إياها. آه وفي طيرة كشميرية هسا نفرجيكوا إياها تمام. كمان هاي الطيرة أجتنا هدية من أبو حمزة الغالي، زلمة محترم اشتغلنا عنده شغل وأنا بعرفه يعني صحبة من زمان، بس ما كنتش بعرف أنه رجع يربي حمام. ولما رجع يربي حمام اشترى مني قطعة ورحنا عنده وعملنا له بيبان وعملنا له عب وزبطنا له الخشش كليتها أنا وأبو يوسف القدوسي. طبعا هدول فرخين لاهور وفرخ بني. بدنا نيجي هون عشان بديش أفرجيكم الفحل يلي شريناه هديك المرة. صلاة النبي اللهم بارك. هدول جوز الأرباشات اللي أبصر شو بحكوا نوعهم، حكونا شو نوعهم. وهي الطباشرة الجميلات، هذا الفحل هدية من أبو الحارث، والطيرة هاي كانت رايحة توزيع وأنا حطيتها إيش للفحل هذا. والفحل هذا أخذته من أبو الحارث كمان، والطيرة هاي كانت عندي كان فحلها أزرق حطيتها عليه. وهدول الجوز هذا الشخشل اللي كان يطير عندي، بس الشخشل اللي ما بطير يعني شغل لفة ونص ويحط كبير بالعمر، محطوط على هاي الطيرة محضن تحتيه فرخين هومرات. أنا أخذت الجوز هدول من أبو الحارث تحضين بس عشان أخذ الفرخين هدول. هدول الجوز رايحات لعمي إن شاء الله عن قريب. وهدول الجوز عندي هينا عندهم بيض ننتج منهن. وهدول الجوز لسه مش ماخذ الطيرة. وهدول الجوز غالي أخذ الطيرة أموره طيبة بس لسه الطيرة ما اشتغلت. وهذا البوز اللي تعبان، وهذا الشخشلي كمان تعبان مستضعف، حاطين له دراي وحاطين له علف سما عشان يشد حيله. ما شاء الله علف سما يعني يا اخوان، هسه بنحكي لكم عنه. وهذا البوز صلاة النبي تعالى رحيم. هاي الحمام حطت ما شاء الله صلاة النبي، هسه بفزلك اياها الفراخ بتطير احسن من المره اللي فاتت، يعني عامل لها لياقه اسطوريه. طلع الإقزازي اللهم بارك كيف شو بيعمل. بس انت شوف الإقزازي شو بيعمل كيف بلاهت، وعنده امكانيه يطير، مش انه ما بطيرش، بطير غصب عنه كمان. اللهم بارك صلاة النبي. شوف هالبوز، شوف هالبوز هذا، سيبك من اللي بجنبه الاحلى، تفرج على هذا محلاه. طلع الوجه مع جمله بوز، هيك واحد احلى جميل. طبعا هاي فراخنا، اسف اسف، شوف شوف بقول لك لياقه مليون عندي. احمد بلا طلع البربريسي، عندي اللياقه ما شاء الله عليها في الفراخ زي ما بدك وزياده، لدرجه اني لما باجي بمسك عطير الحمام ما بترضى تحط، والله العظيم الطير بصير بده يحط وهي الحمام ما بدها تحط تمام، يعني بتغلبني في المحط وبتشد. البربريسي امسكوا بيدك واطلعوا يا احمد، احمد امسكوا امسكوا. الله يا الله يعطيك العافيه يا حبيبي، تعال ما مش هيطلع، تعال ها طفلت البربريسي بس تعال انت. طبعا هذا اخوان هذا حيطلع ايه من الجمال، هذا البني الاسود انا بقول له بربريسي يعني مش هتفرق كثير. امسك يا احمد بالله، رحيم سكر الباب. سكرته ناقص ما يروح يقعد. هذا اخوان الفريخ طلع صلاة الله، هيطلع جميل جمال، جميل جمال، ركز معي كيف جميل جمال، بعرفش كيف بس المهم جميل جمال هيطلع. تعال ها طلع مجمله، يعني انا عندي اثنين سود غير هذا، بس هذا اجملهم. اثنين ولا ثلاثة احمد؟ عندك اثنين بس هذا اجملهم وفحل. طلع كيف طبعه، فرخ سطحي هذا هلي عندي الله يبارك. طيب وينك يا رحيم؟ حاسس طبعا يا اخوان انا بديش اكثر الحكي واحكي لك الصافي يعني من الاخر، اذا نويت وعندك زق وبدك الزق تطلع فرخ صح ما الك الا علف سما. علف سما من احسن الاعلاف اللي انا طعميتها شخصيا للجواز، وانا واحد من الناس استفدت كثير على العلف هذا
وانتجت فراخ الحمد لله. الله بيعلم فيه. والله انتجت فراخ بحياتي ما كنت اتوقع اني اقدر انتجها، والحمد لله بفضل الله طبعا ثم على السماء. فبنصحكم تشتروا مني اخوان كثير مني. خلينا ننظف خشة السراير يا اخوان، هنشوف التكلجي. التكلجي فكيته الي يومين، قلب الحارة يا اخوان، فر كل الحارة كشت له. هيو وبالاخر حط عندي بدروش انه اصلا هو تكلجي نصكم. الحارة مفكريته تكلجي على الاول، هو تكلجي نصكم اصلا. بس هذا راح اطلع ان شاء الله مع القوية باذن الله. تعي رحيم، تعي عمو، تعي حبيبي هون. والحمامات هيو طلع، شوف كيف قاعد بيعمل. انا مش شايف من الشمس. البربريسي وينه؟ البني، البني الاسود وينه؟ بربريسي هيو هيو قاعد بشامط لسه. والله غلبني هذا الفرخ يا اخوان، انكرش بس ما بمسك في الحمام. طبعا الحمام بتحاول تلحقه. طبعا حمامي قاسمه نصين عشان تكونوا عارفين، هي نص وهي نص. والله ما انا شايف، والله ما انا شايف بالتلفون عن جد، والله ما انا شايف. بعرفش اذا انتم شايفين، اكتبوا لي بالتعليقات. هاي البربريسي، صلاة النبي اللهم بارك. وهي القطعة الثانية، هذيك قطعتي، قطعتين ماسكات بعض، كل قطعة ماسكة بعض. هاي التكلجي فيها، هاي التكلجي هذا يا اخوان. او ارجع رحيم، التكلجي هذا اول ما طلعته، اول ما طلعته شو عمل؟ لف لفتين وفسد. زتن زتن غاد، لف لفتين وفسد. فسد وين؟ في الحارة تحت. فشت تعد للأربعة، أجاني ثاني مرة لف ثلاث أربع لفات وفسد. ثالث مرة يا إخوان ضربت فيه، كنت ضربت القرقاطي. بس يا رحيم ضربت القرقاطي، لما ضربت القرقاطي انفزع، بدريش وين راح، فقدته. غاب بجوز أربع ساعات، قلب الدنيا كلها. والله العظيم كنت أشوفه هناك هيك طاير، ويروح أول ما يصل في الحارة كلها تكشله. قلت خلص انصاد. طلعت انا على شغل انا والقدوسي، رجعت الحمد لله لقيته مبيت واموره طيبه. حتى احمد كان وقتها على السطح. وين البربريسي؟ بربريسي هيو حط البربريسي. وهي حمامات صلاه النبي اللهم بارك. الله بجوز لها ساعه طايره، بجوز لها ساعه. يلا خليكم معنا عشان نفرجيكم الحمامات يلي اجونا من اخونا محمد السرايره. خليكم معنا مع الاخوان زي ما انتم شايفين. تعي 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 تعي، فراخ جعانة جعانة لما ما يكونش في حمام. لما يكون في حمام سبحان الله بتبطل جعانة. أحمد ريح حالك ونقول الحمامات هذول على الشقة الثانية، على الخشة الثانية أريح لك عشان ما يضلهم مش يطيروا الريش. تعي 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 تعي. طبعا هيك هيك احنا يعني ما فيش صيد. اللهم صل على سيدنا محمد. خليها شبعان، خليها تشبع. هسه بنفتح عباقي الفراخ اللي هون، وامورنا طيبه باذن الله. تعي رحيم. بس يا بابا، بس يا عمي جننتني يا رجل حبيبي. بكره بس يكبر يوسف هيك بده يجنني، والله لا اطرده صدقني، ما بخليه عندي على السطح دقيقه. تعي تعي. الحلو في الموضوع لازم الولد او المبتدئ اللي بده يطلع عندك على السطح لازم تعلمه نظام السطح. اذا ما تعلمش نظام السطح مشكله. انا رحيم الي قديش بيطلع عندي؟ كل يومين ثلاثه بيطلع مره، كل يومين ثلاثه بيطلع مره. فبحاول اطبعه في نظام السطح. ممنوع خلاص. كيف نظام السطح؟ انه لما يكون مثلا انا على السطح بكش، المفروض يضله قاعد. بمشي على السطح المفروض ما يلحقنيش. بعلف او ما بعلفش المفروض ما يمدش ايده على العلف. يستمع اكثر ما يحكي، هذا اللي لازم يكون. ولكن هو صغير بس بنعوده على انه الالتزام، بس يقعد على الكرسي زي هيك، بس التزام التزام انه يقعد على الكرسي. شوف هاي مش راضي، شايف العلف المفروض ما يزدش علف. طلع رحيم، سيب العلف سيب العلف سيب. ايوه شاطر. فلازم تعلمه هيك. ليش؟ ممكن يكون الراكب طير عندك هناك وبده يفز، تمام؟ انت بدك تروح تضربه عب، روح حابه هو صغير الصغير يزت لك حبتين علف، كل الحمام تكفت وظل الطير لحاله يفز. بتصير مواقف كثير صعبه من الاطفال انت ما بتتحكم فيها. انا ايام ما كانت تطلع عندي شام اول ايام القناه، كنت بعض الاحيان احبسها في المطير، احبسها في المطير كنت بعض الاحيان عشان
ما تتصادفش معي اي مشكله من هاي المشاكل. فالاولاد هذول يعني زي هذا والله لازم اعمل مطير له باب احطه هان لما يكون معي طير على البرمه او يكون معي طير حاطط ويكون طالع معي ولد صغير بالصدفه ازته بالمطير واسكر عليه لما اصيد الطير ساعتها بفكر اني اطلعه. هذا اللي لازم يصير والله العظيم اخوان. تعي تعي يلا خليكم معنا خلينا نجيب الحمامات اللي بدنا نفرجيكم اياهم ان شاء الله ايش يعجبوكم يكون وضعكم تمام. بدي اروح كمان اساعد احمد في التنظيف عشان نخلص على السريع. خليكم معنا. طبعا يا اخوان الله يسعد مساكم والله يعطيكم العافيه. بتمنى منك يا صديقي العزيز تكتب لي بالتعليقات اي طير عجبك والطير اللي عجبك حط لي لايك عشانه. اي طير هات الطباشيري بعدين نوري الاسود اي طير عجبك من الحمام بتمنى منك انك تحط لي لايك عشانه وتذكر الله وتصلي على النبي بالتعليقات الله يرضى عليك. طبعا اول طير هذا يا اخوان شوف صراط النبي طبعا هذا مكبي للطيرة المكبية قلنا لكم عليها. طبعا مكبي انجليزي بحكوا له هم اصلا نوعهم مكابي انجليزيات لانهم بيجن خشاين كثير وارتفاعهم عالي تمام. هذا الفحل انتم شفتوه في فيديو من الفيديوهات والزلمة قالنا احسابكو خدوه. طبعا انا واحمد كنا بنمزح بس فعليا الزلمة كان عارضه للبيع واحنا اشتريناه بحقه بمصارينا اشتريناه عشان في واحد مريض نفسيا بقول له يعني حكى رمى كلمة بالفيديو اللي قبل عشان موضوع الطير هاب ولكن احنا الطير يا اخوان اشتريناه بمصارينا والحمد لله كان معنا ناس على الموضوع اشتريته بمصارية وزي ما الزلمة طلب عطيته اياه زي ما طلب حقه عطيته لانه الطير بلزمني لانه عندي طيرة اخته سبحان الله طلعت نفس الارتفاع هسه بنفرجيكم اياهم. هاي اول طير اللهم بارك شوف شان شو بنا. وهذا يا اخوان الطبشيري كان عند حمزة النجداوي فرخ الطبشيري هذا حيشرد اذا وقع حيضيع. تعي رحيم عندي فرخ الطبشيري طلعته اكرشه جديد بفز بلف لفتين وبحط بس بخوف. ايش فيه؟ ايش ضروري؟ قد الساعة؟ يا ضيف ايش وقت؟ المهم هي الطبشيري يا اخوان هذا كمان من اخونا حمزة النجداوي الغالي الله يبارك له ويخلف عليه تمام. اخذناه منه طبشيري حبة حلوة بعدين جاي لونين طلع اللون الاول طلع اللون الاول طلع اللون الثاني يعني هيك طير وهيك طير هيك طير وهيك طير معنا اللهم بارك. طبعا الطبشيري هذا اجانا من عند الشباب نفسهم اللي اشتغلنا عندهم. النور الاسود ايش فيه؟ على الخش هناك. النور الاسود هذا اخوان اجانا من عند الشباب نفسهم يلي عملنا لهم خش اعطونا اياه هديه. اخذناه هديه نوري اسود جميل طبعا ديله لساته بغيار ريش واكل هواء. طير خش بغيار وماكل هواء بس ايش معلمي؟ طير جميل ومرتب. هذا اجانا هديه من الشباب يعني هذا ما دفعنا حقه. تمام؟ اللهم بارك اللهم بارك. هيك ثلاث وفي ثلاث ست حبات اجونه. هسه الثلاث حبات الاجونه لو ماسكهن الثلاث مع بعض يلا يلا هات هات هات. هذول اجونا من اخونا محمد الصراير الله يخلف عليه وهاي الحمامات كليتها يعني برعايه اخونا محمد الصراير ان شاء الله راح نعبي خشه محترمه باذن الله للحمامات هذه. طبعا هذا قرقاطي يا اخوان انت شايفه قرقاطي عادي بس هو قرقاطي مش عادي. قرقاطي جميل طلع اول جنح طلع اول جنح ابيض وطلع الجنح الثاني اسود او قرقاطي جاي شايف يا اسود يا قرقاطي شايفين يعني جاي طفرة. ماشي يا رحيم ماشي يا عمو شايفين جاي طفرة الطير اللهم بارك شايفين الله يبارك. هاي الحبة هاي طبعا يا اخوان اجانا منه كمان نوري احمر جميل جدا مش من زي النوريات اللي انتم بتعرفوهم. نوري وجه فينر او نوري وجه بدفوس او نوري وجه سنفور الوجه الحلو المرتب طبعا هيو بس وجهه مش معبي يعني رقبته مش كامله. ركز طلع رقبته فيها فراغات لسه الطير ما ببين معك هسه اللهم بارك. بعد البروك شوفوا حبه كويسه محترمه وإشي محترم زي صاحبهم الله يخلف عليك يا اخونا يا محمد الصرايره ويعوض عليك كل قرش بألف تمام.
قلت لكم قبل هالمره ناقص علي نوري اصفر، جاب لي نوري اصفر. شوف هالنوري الاصفر احلى من احمر. لا خلينا هسه بس نرجع نكمل حلقتنا. تمام يا اخوان، هاي النوري الاصفر قلت لكم ناقص علي نوري اصفر، وناقص علي طباشيري اصفر، وناقص علي اللهم صل على سيدنا محمد الطيره، وناقص علي كمان يا اخوان نوري ازرق، وناقص علي كل الوان لا الشخاش لاجني، بس ناقص علي اسود واصفر اللهم صل على سيدنا محمد، وناقص علي الوان التكالجه كلها، وناقص علي البالونيات احمر واصفر وازرق، وناقص علي التكائل الاربشات ناقص علي لون الاصفر، والهورات ناقص علي اصفر واحمر واسود لانه عندي ازرق، واربشات بدي اربش اصفر، وهذا النور الاصفر الجميل كمان اجانا منه الله يبارك، يعني الزلمه الله يبارك عليه بكمل، الله يبارك له بكمل لي النواقص قاعد بس بطريقه غير مباشره، هو الزلمه بيجيب على ذوقه، بس سبحان الله اللي بيجيبه بكون محتاجه. يعني حتى النور الاحمر لما جابوا عندي النور الاحمر الثاني تبعي حبيبي انا بحبه بعزه كثير، هيو مريض شكله راح يموت، فسبحان الله الزلمه بيجيب عنيات ومعزه لنا ومحبه، بيجيب معزه ومحبه لنا، وسبحان الله على النصيب، على النصيب اللي بيجيبه بنكون محتاجينه. ومكابي ظل عندنا، بدنا عندنا اسود وعندنا ازرق، بس الاسود ما بعرف اذا طير حمام ولا لا لانه فكيته من على الطيره هذيك. بدنا احمر وبدنا اصفر. هذا جميل جدا يا اخوان، اللهم بارك. النور الاصفر اجانا من اخونا محمد السرايره، وهاي الطيره لما اشتغلنا عند اخونا ابو حمزه، قلت لكم صاحبي اللي ما كنتش بعرف انه رجع يربي حمام، اجى من كندا ورجع يربي حمام الله يبارك له، واعطانا الطيره هاي الزومبيه، دراجوناي زومبي اكزبشناي شو ما بدك تسميها سميها. تمام، طبعا فيها كل الالوان، حطيناها على واحد من الهومرات، يعني هاي بتجيبه 100%. يعني بالنسبه لي هاي احطها على الهومر احسن ما احطه على هومراي، ركز معي، احط هاي على الهومر احسن ما احطه على هومراي زيه. تمام، لانه هاي بتشكل لي وبتعطيني مخ اقوى، وجه احلى، وجه مسحوب فيه قلبه. هاي الطيره ما شاء الله عليها فيها كل الالوان، يعني ما شاء الله اصفر احمر ازرق اصفر ابيض اسود، فيها كل الالوان صلاه النبي. الطيره اجتنا منه من اخونا ابو حمزه. طبعا يا اخواني حبايبي الله يعطيكم العافيه. شو ماله رحيم؟ والله سحب البوت السيد عمه. وخليكم معنا نرجع لكم.